يوسف عبد الرزاق اللعب بشكل جميل للناحية اليسرى عن طريق سعود إبراهيم، عرضية خطيرة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شخصية بطل، صورة بطل، روعة بطل، هدف أول من بطل النسخة الماضية نادي السد، هدف أول عن طريق رامي سالم اللي يسجل أول الأهداف بعد عرضية كانت جميلة. عبد الرزاق بشكل جميل وبشكل مثالي الآن نام تأهيم، هي ركلة جزاء تكون صحيحة يحتسبها سعود العذبة، نام تأهيم أمام كلاود أمين الزعيم السداوي، البطل يبحث عن هدف ثاني. الله 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 الله، سحابة الإنجازات ما زالت تهطل يا زعيم، البطل يضع بتسجيل دخول ثاني عن طريق الكون الجنوبي، نام تايهيم اللي يسجل من علامة الجزاء يحطها على يسار كلاود أمين. نتيجة اللقاء والحصول على أول 3 نقاط من أحداث هذه البطولة، ويوسف عبد الرزاق يا سلام يا سلام يا سلام، أي نعم لتعزيز النتيجة، أي نعم لضمان النتيجة، أي نعم لأول 3 نقاط في هذا الموسم. الموسم الماضي هو بطل، وهذا الموسم يبحث عن أول 3 نقاط من ضمن الجولة الثالثة من كأس أريد لنادي السد. لكن شوف الكرة الملعوبة، شوف اللعبة الحاضرة، الله 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 على روعة الزعيم، الله على روعة الزعيم، والله على جمال الزعيم، والله على كرة الزعيم، والله على إبداعات الزعيم، والله على جمال الزعيم، بطل النسخة الماضية. شوف اللعبة اللي كانت حاضرة، التمرير أحلى من الجول يا محمد وعد، التمرير أحلى من الجول يا محمد وعد، اللي يضع تمريرة جميلة لرودريجو تباتم ويستغل اللعبة الماضية تباتم ويسجل، يبحث عن التسجيل، تياجو يسجل، تياجو يسجل بالزارة، يضع هدف أول لمصلحة السلية وتصبح النتيجة 4-1، يقلص الفارق إلى 3 أهداف، يقلص الفارق إلى 3 أهداف تياجو بالزارة. هل يستطيعون العودة من جديد في نتيجة اللقاء؟ يحطها بكل هدوء وبكل شدارة على يسار حارس المرمى، إجهاد محمد في الموسم الماضي، لكن عرضية عرضية راسية خطيرة، الله 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 على ميمي، الله على مهند علي اللي يسجل ثاني أهداف نادي السلية، اللي يشكو من إصابة مهند علي، لكن ثاني أهداف نادي السلية، راسية بزارة في المرة الأولى وراسية مهند علي في المرة الثانية تعلن عن ثاني الأهداف، وكأنما يتحدث حاليا حمودان نذير، حمودان حمودان حمودان، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الشواهين يرفضوا الخسارة مكتملين العدد وبكامل النجوم، يأمل أن يكون كامل الأوصاف في أرضية الملعب، أسماء سام الطرابلسي تريد العودة من جديد في نتيجة اللقاء، عادت المباراة للحياة وعدنا للحيوية وعدنا للأداء، 4-3 تقليص الفارق لهدف وحيد، عزيمة الشواهين، روح الشواهين، قوة الشواهين، شخصية الشواهين، أي نعم ترفض محمد، جهاد محمد، جهاد محمد بالزارة يسجل، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على السلية، يا سلام في أرضية الملعب، يعود إلى نتيجة اللقاء وتصبح الأمور 4-4 4-4 4-4 في أرضية الملعب، ما تربع عليها السد، ما تربع عليها السد، بل عاد الشواهين من جديد في نتيجة اللقاء بكل قوة، يحطها تياجو بالزارة على يمين حارس المرمى جهاد محمد، لم يحافظوا لاعبي نادي السد